بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في برنامج دروس. درس اليوم اللوغاريتمات العشرية، مراجعة للوغاريتمات العشرية. اللوغاريتمات العشرية هو لوغاريتم الأساس تبعه العدد 10، لوغاريتم الأساس تبعه العدد 10، ويكتب بهذا الشكل: لوغاريتم الأساس 10 لوغاريتم إكس. بمعنى لاحظوا العدد 10، العدد عشرة لا يكتب، العدد 10 لا يكتب. لاحظوا في الشاشة، هنا في شاشة الآلة الحاسبة، في شاشة الآلة الحاسبة فقط مكتوب عليها لوغاريتم، فقط مكتوب عليها لوغ، ولم يكتب الأساس. عندما لا يكتب الأساس، كيف كده عبد الرحمن؟ إذا ما كتب الأساس معناه أن الأساس يساوي العدد 10، الأساس بيساوي العدد 10. نستخدم الآلة الحاسبة، لإيجاد اللوغاريتمات. مثلا هنبدأ كمثال للشيء ده، لوغاريتم العدد 7، لوغاريتم 7 كم يساوي؟ استخدم الآلة، استخدم هذه الآلة. يلا لوغاريتم 7 يساوي، أعطوني إجاباتكم، وريت ناخذ أربع خانات، يلا يا بندر، يلا عبد الرحمن، يلا يا عمر، ممتاز يا بندر، وعبد الرحمن ممتاز، ولكن يا ريت ناخذ أربع خانات. بندر عندك بعد الصفر إيش يوجد؟ العدد 9، لما أجي أقرب، حيكون العدد عندي 0.8541. أحسنت. إذا هنا يا ريت يا بندر كمان تكمل أنت عبد الرحمن، تكملوا الأربع الخانات. لما أجي أكمل الأربع الخانات أشوف الخانة الخامسة هل هي 5 فما فوق؟ عشان إذا كانت 5 فما فوق أحذف الخانة الرابعة وأضيف مكانها، أزود العدد 1 مكانها، أزود لها 1. طيب هذا لوغاريتم عدد عادي، طيب نكمل واحد ثاني. لوغاريتم، اكتبوا معايا، لوغاريتم لوغاريتم النص كم يساوي؟ يلا عبد الرحمن بندر، لوغاريتم نص، حلو يا بندر، ممتاز يا عبد الرحمن، 30 10. بعد العشرة 2، إذا أحذف الاثنين يا بندر، أحذف الاثنين ويطلع عندي العدد جاهز وبالسالب، العدد جاهز وبالسالب، حيكون عندي -0.3010. ممتاز. إذا هنا إيجاد القيمة اللوغاريتمية أربع خانات فقط، وانتبه للخانة الخامسة، يا بندر، انتبه لها، أشوف إذا كانت 5 وزيادة ألغيها وأضيف للخانة الرابعة 1، إذا كانت أقل من 5، من 0 إلى الأربعة فقط أحذفها، زي ما عمل زميلك عبد الرحمن، أعطاك اللي بعده، انت كتبت الاثنين، اذا اكبر من 4 اضيف 1، اذا اقل من 4 احذف فقط. طيب هنا ابى احل معادله لوغاريتميه. كيف احل معادله لوغاريتميه؟ راح نشوف كيف حل معادله لوغاريتميه.
إذن عندنا حل معادلة لوغاريتمية. حل المعادلة اللوغاريتمية التالية: L تساوي عشرة لوغاريتم واحد على ام، واحد على ام، واحد على ام. ال ال موجودة في السؤال، ال ال موجودة في السؤال تقريبا يساوي 66.6، والام تساوي العدد واحد. الام تساوي العدد واحد. اذا هنا اعوض مكان ال ال واعوض مكان الام. الجزئية هذه 66.6 تساوي 10 لوغاريتم اي على ام، اي على واحد اللي هي تساوي ايه؟ بتساوي الاي. اي على الام بواحد بتساوي الاي. يعني هنا المطلوب كيف اوجد قيمة الاي، كيف اوجد قيمة الاي. كلنا عارفين الجزئية هذه انه هذا هنا الاساس يساوي العدد عشرة، الاساس بيساوي العدد عشرة، بمعنى انه عندي هنا حقسم على عشرة، حيصير لما اقسم المعادلة هذه على عشرة، اقسم المعادلة على عشرة، حصير هنا عندي 6.66 تساوي لوغاريتم الاي. ابقى قيمة الاي فقط الان، المعادلة الاسية والمعادلة اللوغاريتمية مع بعض، المعادلة الاسية والمعادلة اللوغاريتمية. الاساس هنا كم؟ الاساس هذا هو العدد عشرة، بمعنى قيمة الاي الموجودة عندي الاي هذه تساوي اساس، وهذا حيصير هو مين؟ الاس، حيصير عشرة مرفوعا للقوة 6.66. استخدم الآلة الآن، استخدم ايه؟ الآلة. الآي بتساوي كم؟ تساوي الآي، استخدم الآلة، 10 مرفوعة للقوة 6.66، طلعوها كده بالآلة بيطلع عدد كبير عدد كبير عدد كبير. 10 مرفوعة، هذا رقم قديم يا بندر، 10 مرفوعة للقوة. ممتاز يا عبد الرحمن، ممتاز يا عبد الرحمن، ممتاز. إذا هنا 10 مرفوعة للقوة 6.66 حيساوي هذا العدد 4.5.7 بدون لوغاريتم، خلاص معنى الأساس هنا عندي ايه؟ هاي بندر، الأساس كم؟ الأساس 10، الأساس 10، العدد هذا اي اللي في الداخل حيساوي 10 مرفوعا للقوة دي، العدد لوغاريتم الاي، الاي هذا يساوي 10 مرفوعا للقوة هذه، وهو الرقم اللي كتبه الأخ عبد الرحمن 4.5.7 وبعدين ايه؟ 0. كلامه صح؟ ايوه صح يا بندر، كلامه صح. انا عندي القلم ايه شوية يقطع مو ثابت. 7.0.8.8 بعدين .1.8.9.6
هذا العدد. إذا هنا هذه معادلة لوغاريتمية، هذه معادلة لوغاريتمية. طيب أبحل معادلة أسية، معادلة أسية باستخدام مين؟ باستخدام اللوغاريتم، معادلة أسية باستخدام اللوغاريتم. نشوف كده معادلة، أوجد حل المعادلة التالية، 3 أس إكس يساوي العدد 15. كيف نحلها هذه؟ 3 أس إكس يساوي العدد إيه؟ يساوي العدد 15. كيف نحل هذه؟ الخطوة الأولى نأخذ لوغاريتم للطرفين، يعني حاجة أسوي كده لوغاريتم، هذا هنا الأو، لوغاريتم 3 مرفوعا للقوة إكس يساوي لوغاريتم العدد 15، طيب هنا الآن أستخدم خاصية من خواص اللوغاريتمات، إيش هي؟ مين يقول الخاصية اللي حنستخدمها؟ هاي عبد الرحمن، بندر، وفاء، إيش الخاصية اللي نستخدمها هنا؟ نقسم المساواة، لا ما عندي قسمة، أنا عندي لوغاريتم ولكن لاحظوا هنا إيش فوق؟ إيش هذه؟ الإكس، هذه أس، واللي أس إيش حيصير؟ راح يصير هنا إيه؟ معامل، اللي أس يصبح عندي إيه؟ يصبح عندي معامل، هذا حيصبح إكس لوغاريتم الخمسة يساوي لوغاريتم الخمستاش. لاحظتوا الخاصية هذه؟ القوة تتحول إلى معاون، القوة تتحول إلى معامل، نحول القوة إلى معامل، القوة حولناها إلى معامل. طيب بعدها حيصبح عندي الآن الخطوة الثانية، أقسم المعاملات على بعض. آسف، ممتاز عبد الرحمن، هنا العدد عندي 3، مو 5، صح، العدد 3، نقلته غلط أنا. إذا هنا إيه؟ هذا العدد عندنا 3 وليس إيه؟ وليس 5. أحسنت يا ولدي، العدد 3. إذا هنا الكلام ماشي زي ما هو، حقسم على لوغاريتم 3، لوغاريتم 15 على لوغاريتم 3، لوغاريتم 15 على لوغاريتم 3. الآن أجيب الآلة واكتب ايه؟ بسط ومقام، لوغاريتم في البسط لوغاريتم العدد 15، المقام حيكون لوغاريتم العدد 3. كم تطلع النتيجة هنا بالآلة؟ هيا عبد الرحمن جاوبني، أعطيني الجواب، حبيبي، أعطيني الجواب يا ولدي، يلا عبد الرحمن يعطيني ايرور. طيب اقول لك ليش يعطيك ايرور، حطها بسط مقام، اقفل الاقواس، لما تحط في البسط لوغاريتم 15 اقفل القوس، ولما تحط في المقام لوغاريتم 3 ايضا اقفل القوس، اقفل الاقواس. يلا عبد الرحمن، بندر، وفاء، ممتازة يا وفاء، اجابة ممتازة، بندر رحت فين يا حبيبي، حلو عبد الرحمن، صح، 2 4 6 4 9، 5 لا 9، هنا 4،
أربعة ستة أربعة تسعة. إذا حطيت التسعة هنا بعدها سبعة حيصير صفر خمسة، مكان التسعة هذه حتصير خمسة. لما أجي أقرب حيصبح الناتج عندي. بندري حبيبي رحت وين؟ اثنين فاصلة أربعة ستة أربعة تسعة، وبعد منها السبعة. لما أجي أقرب هذا حيساوي اثنين فاصلة أربعة ستة خمسة صفر، لأنه لما أقرب هذا حيضيف هنا حيضيف لي هنا الواحد، واحد تسعة عشرة صفر، حتروح واحد في الجهة الثانية. جبتها اكتبها يا بندر اكتبها. طيب الآن في نفس السؤال كده، نعيد نفس السؤال، سؤال ثاني. ممتاز بندر ممتاز. إذا أخذ سؤال ثاني على نفس الطريقة، اللي هو مين يحله كده معانا؟ ستة أس إكس تساوي الاثنين والأربعين. من يحل منكم؟ ها؟ من يشاركني في الحل؟ ويلكم عبد الرحمن. يو الأنسر وذ مي. أوكي الآن عبد الرحمن سبقك يا بندر. يلا القلم معاك عبد الرحمن. يلا عبد الرحمن حاول تكتب. اكس لوغاريتم ستة يساوي لوغاريتم 42. ممتاز. كمل. اكس يساوي بندر ما شاء الله طالع اجابة. عبد الرحمن لا يا عبد الرحمن كده انت لخبطت شوية. لوغاريتم هنا ايش حيكون؟ ايش حيكون هنا في البسط؟ ممتاز يا بندر ممتاز. عبد العزيز صوت واضح عندك؟ عبد العزيز هنا. عبد الرحمن فين عبد الرحمن؟ المقام ستة. هنا حيصبح عندنا لوغاريتم الاثنين والأربعين على لوغاريتم الستة، وهذا بيساوي حياك ولدي ايش حيساوي هذا بالآلة الحاسبة؟ نطلعها بالآلة. انتبه يا وفاء، الفواصل والأعداد لوغاريتم 42 على لوغاريتم 6 هذا الكلام يساوي 2.0860. هنا عندي العدد بعد الاثنين 0.08 ليس 2.8، 2.08. إذا هنا حلينا معادلة أسية باستخدام اللوغاريتمات. معادلات أسية باستخدام اللوغاريتمات. طيب الآن حناخذ حل ليس معادلات وإنما حنحل متباينات أسية باستعمال اللوغاريتم العشري. متباينات أسية باستعمال اللوغاريتم العشري. ح
هنبدأ ناخد المعادلة الأولى أو المتباينة الأولى. المتباينة الأولى اللي هي 3 مرفوع للقوة 2 إكس، 3 مرفوع للقوة 2 إكس أصغر من، عفوا هناخد إيه، أكبر من أو يساوي، أكبر من أو يساوي 6 أس إكس زائد 1، 6 أس إكس زائد 1. هنبدأ الآن بنفس الخطوات، ما عليه يا عثمان. طيب الآن هذه ليست معادلة إنما إيه؟ إنما متباينة، وحل المتباينة زي حل المتعادلة، زي حل المعادلة. يصبح عندي هنا هنجيب مين؟ لوغاريتم 3 أس 2 إكس أكبر من أو يساوي لوغاريتم 6 أس إكس زائد 1، 6 أس إكس زائد 1. طيب الآن بالمثل هنجيب إيه الجزئية هذه، إيش هنسويها؟ الجزئية هذه تصبح عندنا 2 إكس لوغاريتم، لوغاريتم 3 أكبر من، لسه عبد العزيز ما بدينا، أكبر من إكس زائد 1، إكس زائد 1 لوغاريتم 6، لوغاريتم 6. طيب انتهينا من هذه، هنبدأ الآن نفك الجزئية هذه، الجزئية هذه حنفكها، هيصبح عندي 2 صفحة 120 تحقق من فهمك 4 ايه، 2 اكس لوغاريتم 3 اكبر من اكس لوغاريتم 6 زائدا اكس تحت زائد لوغاريتم 6 فقط، اكس لوغاريتم 6 زائد لوغاريتم ايه؟ لوغاريتم 6. الان اللي فيها اكس نجمعها مع بعض، اللي فيها اكس نجمعها مع بعض، اللي فيها اكس نجمعها مع بعض، هيصبح عندي تصبح المعادلة حتوجد معايا الآن، المعادلة حتصبح، وضحت المعادلة هذه؟ المعادلة 2x ناقص x كلها على بعض من x ناقص x لوغاريتم 2x برا وهنا حيساوي 2 مع القلم ده 2 لوغاريتم 3 ناقص لوغاريتم 6
وقف عليه قوس، وهذا الكلام ايه اكبر من او يساوي لوغاريتم الستة. لوغاريتم الستة الان اصبح عندي الاكس مرة. بعد كده الخطوة اللي بعدها، الخطوة اللي بعدها اقسم لوغاريتم ستة على الجزئية هذه كلها، يعني الاكس حتساوي او الاكس اكبر من او تساوي لوغاريتم الستة على اثنين لوغاريتم الثلاثة ناقص لوغاريتم الستة. واستخدم الآلة الحاسبة ونشوف ايش اللي يطلع الناتج. نستخدم الآلة الحاسبة ونشوف يطلع ايه الناتج ايه. البسط لوغاريتم الستة اقفل القوس. المقام اثنين لوغاريتم الثلاثة ناقص لوغاريتم الستة. ولا تنسوا تقفل الاقواس كل مرة، تقفل القوس كل مرة. اذا نصبح هنا قيمة الاكس يساوي كم؟ طلعت القيمة ممتاز يا عبد الرحمن، اربعة اربعة واحد تسعة صفر، اربعة واحد تسعة صفر. بعد الصفر اثنين، بعد الصفر اثنين، اربعة واحد واحد ممتاز صح. الاجابة كلها الاجابات جميعها صحيحة. اذا هنا حل متباينات متباينات، ولاحظنا انه عندي متباينة فين؟ في الطرفين. اللوغاريتم في الطرفين، اللوغاريتم في الطرفين. طيب الجزئية الاخيرة عندنا، الجزئية الاخيرة عندنا اللي هي تغيير الاساس. بنغير في الاساس، نستخدم صيغة اسمها صيغة تغيير الاساس. لما يجيني لوغاريتم على لوغاريتم، لوغاريتم عشرين الاساس ثلاثة، وبستخدم صيغة اللوغاريتم العشري عشان اجيب الناتج ده. استخدم صيغة اللوغاريتم العشري من اجل هذا العدد، من اجل هذا العدد. كيف اتعامل مع لوغاريتم اي عدد؟ اختاروا من عندكم، اعطوني عدد من عندكم، اي عدد من عندكم اختاروا عدد. لوغاريتم الاربعة، لوغاريتم الاربعة ايش الاساس؟ بندى اختار ايه العدد، ورزان اختارت ايه الاساس. هذا الكلام حيساوي، الكلام هذا حيساوي، هحوله الى لوغاريتم الاساس، وهنا المقام بخليه بسط ومقام. ولكن فيهم ميزة هذول مع بعض، ميزتهم انهم كلهم لوغاريتمات عشرية. مين حيكون في البسط؟ مين حيكون في المقام؟ مين حيكون مع البسط؟ مين حيكون مع المقام؟ اللي حيكون مع البسط، اللي حيكون مع البسط مين؟ الاساس مع المقام. يعني هنا هذا حيساوي هنا لوغاريتم الاربعة على لوغاريتم الثلاثة، لوغاريتم الاربعة على لوغاريتم الثلاثة كم يساوي؟ طلع الناتج. اه عدد من عندكم مو من عندي، عدد من عندكم طلعوا الناتج. اذا هنا عملية قسمة، لوغاريتم العدد اربعة اقفل القوس على لوغاريتم العدد ثلاثة واقفل القوس لا ننسى. كم تطلع الناتج؟ واحد اثنين ستة واحد ثمانية. عبد العزيز في عندك كمان تقريب احسن من كده. وفاء نفس الكلام عندكم عملية تقريب، واحد فاصلة اثنين ستة واحد
8. بعد الثمانية، بعد الثمانية كم؟ كم بعد الثمانية يا حبايبي؟ 5. يعني حيصير ايه؟ هنا بدل الثمانية حيصير ايه؟ 9. 2 6 1 9. ايوه، لان 5 فما فوق نلغيها ونحط ايه؟ نضيف واحد، نضيف واحد. 5 فما فوق نلغيها ونضيف العدد ايه؟ ونضيف العدد 1. اذا هنا طيب ناخذ مثال ثاني، ناخذ مثال ثاني، ناخذ مثال ثاني. لوغاريتم 5 تنحذف يا وفاء، 5 تنحذف. 1 2 6 1 9 8 5، 5 تنحذف ونضاف 1. اعطينا رقمين، اعطونا رقمين الان، اعطونا رقمين من عندكم. 8. يلا وفاء اختارت العدد 8. من اختار الاساس؟ الاساس سواه بندر ايه؟ اكبر من، اكبر. خلينا ناخذ عدد اصغر، بيطلع لنا هنا عدد سالب. ناخذ عدد اصغر من 8، اصغر من 8 الاساس. اي عدد اصغر من 8 ما حد اختار، خلاص ناخذ اختيار بندر. يساوي لوغاريتم، لوغاريتم 8 على بندر رجع بكلامه اختار 5، لا خلاص ما اخذناه، 13. لوغاريتم 8 على لوغاريتم 13، طلعوا الناتج بسرعة. لوغاريتم 8 على لوغاريتم 13. يلا الكل، ابغى اجابات الاربعة موجودين امامي، ابغى كل طلع الاجابات. عبد العزيز طلع 8، عبد الرحمن غزاوي طلع 8 1 0 7. طيب وفاء 8 1 1. التقريب وفاء، ناخذ التقريب، افضل تقريب ناخذ ايه؟ 4 خانات. العدد اللي طلع معي بالشكل ده 0 8 1 0 7 1 يساوي تقريبا 0. هذه الخانة الأولى، وهذه الخانة الثانية، وهذه الخانة الثالثة، ما فيها أي تغيير، ما فيها أي تغيير. الأخت وفاء قلبت إلى 3 خانات، ممتاز. صغيرة إلى 3 خانات، ممتاز. كانت هذه 7 لغتها، زودت هنا 1، ولكن قلت التقريب أفضل شيء إلى إيه؟ إلى 4 خانات. إذا هنا 7 زي ما هي. هذا الواحد عملنا له إيه؟ كنسل، لغينا، لغينا. إذا هنا أخذنا الآن عملية استعمال صيغة تغيير الأساس، استعمال صيغة تغيير الأساس. إذا هنا انتهى درسنا لهذا اليوم، انتهى درسنا لهذا اليوم، وهو اللوغاريتمات العشرية، مراجعة اللوغاريتمات العشرية. أخذنا فيه إيجاد قيمة اللوغاريتمات العشرية، أيضا أخذنا حل معادلات لوغاريتمية وحل معادلات أسية باستخدام اللوغاريتم العشري، واستخدمنا حل متباينات أسية باستعمال اللوغاريتم العشري وصيغة تغيير الأساس. اتفضل عبد العزيز. الدوال كلها فيها مراجعات، المراجعات شغالة من بداية من ايه؟ من اليوم وإلى قبل يوم الاختبار، إلى السبت القادم، جميعها مراجعات، وحتكون مراجعات على جميع الأبواب، على جميع الدروس. أي سؤال يا أولادي؟ الله يعافيك عبد الرحمن. بندر، الحصة الثانية تبدأ بعد ربع ساعة، تعالوا متأخرين. يعطيكم العافية، وإياك يا ولدي. بنتي وفاء، يعطيكم العافية. أيوة عبد الرحمن، أيوة عبد الرحمن، شوف عندك في الجدول، حتشوفه، شوف الجدول يا ولدي. نلتقي معكم في حصة قادمة، يعطيكم العافية وفي أمان الله. Ah.